وأنت تتأمل لوحات الفنان التشكيلي سعيد الأبيض تتجاذبك الألوان وتتقذفك الأشكال في الزمان وفي المكان، تحاول فك رموز اللوحات وفهم أسرارها، فلا يتأتى لك ذلك إلا باختفاء الذاكرة، ذاكرة الأثر التي جعلها الفنان عنوانا لمعرضه. هو موضوع مستوحى من ثقافة الإنسان، يعني كيف يعيش منذ القديم، حيث أن الأثر هنا هو عبارة عن أثر اللون، أثر الشكل، أثر الخط، أثر الحروف، أثر يعني مجموعة ديال الأرقام اللي حاولت نوظفها في العمل التشكيلي ديالي. والأعمال هي عبارة عن أعمال تجريدية حركية اللي فيها حركة اللون وفيها حركة الرمز كذلك. لإخراج هذه اللوحات إلى الوجود اعتمد الفنان على تقنية مختلفة أساسها المزج بين الرمل والحبر على نحو متوازن، توازن يظهر تارة ويختفي تارة أخرى، فاسحا المجال لكل التأويلات. هو عمل يدخل في إطار التصوير التجريدي أو الفن التجريدي من باب توجه الغنائي سيدو لابستراكسيون ليريك، بحيث أنه كيعتمد على الحركة والضربات يعني السريعة. طبعا هناك ما هو ذاتي وهناك ما هو موضوعي، بالرغم من أن العمل هو كيعتمد على بزاف ديال السبونتانيتي يعني العفوية والتلقائية، ولكن دائما كاين الحضور ديال العقل. 49 لوحة هو عدد الأعمال التي يمكن للزائر اقتفاء أثرها في سفر جمالي عبر الذاكرة، أعمال يستمر عرضها برواق مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين بالرباط إلى غاية 20 من يوليو المقبل.